كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أستاذنا العالم الجليل الفقيه البارقة أن يكون هذا الجلسة التي نجلس فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جلسة نجلس فيها إلى أشخاص آخرين عن ذلك، لكن يعنيني أن الإنسان حضارتنا الإسلامية المغربية لها تقاليد عريقة، ومن تقاليدها التواصل والرحلة والالتقاء بالعلماء والتواصل مع طلاب العلم، وهذا طبعا هو ما كان إطار هذه هذا اللقاء، وتدرسنا فيه كثير من الأشياء أو من القضايا التي كانت تثار الآن من جوانب أخرى، وبين الموقف بقدر المستطاع الموقف الشرعي من بعض الأشياء، لأن النقاش لا بديل عنه للمغاربة، لابد أن يتدرس كل الأفكار مع العلماء ومع المجتمع ومع كل مكونات المجتمع. الحمد لله، اليوم شرفت مدينة الصويرة بزيارة أحد علماء المغرب الجهابذة الذين نعتز ونفتخر به بهذا الرجل في هذا البلد الكريم، شرفنا وشرفنا بعلمه واستفدنا منه كثيرا، وقد الحمد لله هذا بين أن مغربنا الحبيب، مغربنا الكريم، بلد العلم والعلماء، بلد الثقافة الإسلامية والثقافة كذلك الحديثة، يعني المغرب هنا جمع بين الأصالة والمعاصرة. وادعى ذلك هذا الدكتور سيدي مصطفى بن حمزة العالم العلامة ديال المغرب، جمع بين الأصالة والمعاصرة، الحمد لله ترونه يتقن اللغة الأجنبية، هذا دليل على أنه جمع بين الأصالة والمعاصرة. ولذلك هذا الرجل كم تمنيناه وكم طلبناه يعني مدة، ولكن اليوم الحمد لله يسر الله هذا اللقاء، ورأيتم الحمد لله مدينتنا الصويرة يعني تزينت بقدومه وتزينت بشرف حضوره في وسط ساكنة الصويرة. رأيتم الناس مقبلون على هذه المحاضرة القيمة، جاءوا من كل حدب وصوب من إقليم الصويرة، سواء من الشياضمة أو من حاحة أو من داخل المدينة، بل رأيت هنا أوجها ابناء المنطقة يسكنون في مدينة أكادير وفي مدينة أسافي وغيرها من المناطق الأخرى، ها هم الآن فرحون بهذا اللقاء المبارك الكريم. هذه محاضرة قيمة تفضل فيها فضيلة العلامة الجليل سيدي مصطفى بن حمزة في الحديث عن موضوع مهم، وهو الوعي التشريعي بهذه الأمة المغربية المرتبطة منذ بدايتها بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية والسائرة وراء جلالة الملك محمد السادس حفظ الله الله في التمكين لهذا الدين والدفاع عن قضاياه وجعله شأنا اجتماعيا يهم المغاربة كلهم ذكورهم وإناثهم. وفي الحقيقة هذه محاضرة قيمة، سيدي مصطفى بن حمزة تحدث فيها عن الوعي المغربي بخصوصية هذه الأمة المغربية التي من خصوصياتها أنها تقوم على المرجعية الدينية الإسلامية، كذلك التي أصلها القرآن الكريم والسنة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله وأن يجعل بلدنا دائما بلدا موحدا وراء أمير المؤمنين حفظه الله سبحانه وتعالى. أستاذنا العالم الجليل الفقيه البارقة